السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن المسلمين والمسيحيين في المهجر. أنت كمسلم عايش في بلاد المهجر، عايش في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، أو عايش في أوروبا، أو عايش في أمريكا أو أستراليا أو كندا، أنت كمسلم عايش في مجتمع مسيحي. المجتمع المسيحي بيحترمك كإنسان، ووفر لك المسجد، وبعض الدول ما فيهاش عنصرية، ماشي؟ أنت كمسلم موجود، ما تجيش تقول له تعال خش الإسلام أوتوماتيك كده بلسانك، لأن الدين بتاعنا الإسلامي بيقول لك المسيحيين كلهم بيخشوا النار. أنت ما تتكلموش بلسانك، الدين الإسلامي الدين المعاملة، عامله بمعاملتك. هو لو شاف معاملتك كويسة هيدخل الإسلام، إنما أنت تيجي تقول له تعالى خش الإسلام ما ينفعش باللسان، لازم بالعمل. هو لو شاف عملك كويس هيخش الإسلام، لأنه هو عايش من زمان مسيحي، أمه مسيحية وأبوه مسيحي وأجداده كلهم مسيحيين. ما تجيش أنت في ثانية كده تقول له تعالى خش الإسلام، ما ينفعش، لازم بالمعاملة، الدين المعاملة. شوف كمية المسيحيين اللي في أوروبا ومع ذلك أجدادهم مسيحيين، وتلاقي أمه مسيحية وأبوه مسيحي ولكن عايش في وسط مسلمين ودخل الإسلام. ليه دخل الإسلام؟ لأنه عايش وسط مسلمين، الدين بتاعنا دينه كويس يا جماعة، أقسم بالله العظيم، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ليه هو دخل الإسلام؟ لأنه شاف المعاملة، شاف معاملة المسلمين، شاف معاملة المسلمين اللي بيطبقوا الإسلام في الأمانة، في الصدق، عدم الكذب، في الصلاة لما سنك بتصلي وبتعبد الله، إنسان كويس، يعني هو شايفك إنسان كويس من معاملة بتاعتك، علشان كده دخل. برضو عندك كمية مسلمين ضخمة جدا عايشين في المجتمع المسيحي الأوروبي، وللأسف دخلوا المسيحية. ليه دخلوا المسيحية؟ انخرطوا في المجتمع المسيحي ونسيوا دينهم، نسيوا الدين الإسلامي، نسيوا العادات، نسيوا الدين. وبعض الناس الحدث اللي هو مسلم واللي هو مسيحي. فانت يا اخي الكريم ما تجبرش حد انه يخش في دينك بلسانك، لازم بالمعامله، يشوف معاملتك الاول هيقتنع بدينك، الدين المعامله. ملكش دعوه، انت سيب بلدك ومشيت، عايش في دولة مسيحية أوروبية، طيب خليك في دينك، حافظ على دينك، ملكش دعوة. بيأكلوا خنزير، بيشربوا خمور، انت مالك، خليك في دينك. يمكن لما يشوفك كويس يخش الإسلام. للأسف قابلت واحد والله العظيم مسلم، وقعدنا نتكلم، لا داعي لذكر الجنسية بتاعتي عشان خصوصية الإنسان وعشان خصوصيته برضه. فبقول له يا أخي ليه أنت سبت الإسلام ليه؟ ما عندش بتصلي ليه وبتعمل؟ قال لي يا عم أنا عايش زي المسيحيين اللي هنا، يعني 50 مليون مسيحي دول لو دخلوا النار أنا هخش النار معاهم. قلت له لا، ما ينفعش، أنت مسلم، حافظ على دينك، حافظ على إسلامك، صلي وارجع لصوابك. ليه هو عمل كده؟ لأنه هو انخرط في المجتمع، عايش أكتر من 20 سنة في مجتمع مسيحي، مفيش أذان، مفيش خطب، ما بيسمعش قرآن، عايش في وسط خمارات. فنصيحة، خلاصة القول للمسلمين اللي عايشين في الدول الأوروبية المسيحية، حافظ على دينك، حافظ على إسلامك، حافظ على العادات، حافظ على صلاتك، اذكر ربك دائما مع كل هذا،
ممكن المسيحي يشوف الإسلام. يدخل الإسلام. والسلام عليكم ورحمة والسلام الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وانتظرونا في الحلقات. اللي ما يعرفنيش أنا علاء الدسوقي، مصر عايش في أمريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة حلف العالم.